لكن سنتحول إلى اسطنبول مع السيد محمود عثمان الكاتب والباحث في الشأن التركي. سيد الفاضل، الكلمة جامعة احتفائية في البداية، ثم رسائل سياسية مبطنة في بعضها وصل إلى حد الصراحة والصدام، والبعض الآخر خطط مستقبلية تصل إلى حد التنبؤ الاقتصادي والخطط الاقتصادية في إطار ما يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان من خريطة طريق سيعمل من خلالها في فترة رئاسته القادمة. كيف أحصيت ما جاء في هذه الكلمة؟ أعتقد أن الشعب التركي بحاجة لأن يسمع من الرئيس أردوغان خطابا جامعا مطمئنا يشير إلى التنافس الآن حان وقت التشبير عن السواعد و البدء في العمل من جديد، الاستمرار في مسيرة البناء والتطوير ومعالجة المشاكل وإيجاد حلول ناجعة لما يعانيه رجل الشارع العادي من مصاعب اقتصادية في حياته اليومية. طبعا هناك رسائل كثيرة أرسل بها الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه قبل قليل، أشار هو بشكل رئيسي إلى أنه جزء من مسيرة البناء والنهوض بتركيا للوصول بها إلى مصاف الدول الكبيرة. دائما هو يشير إلى أن هذه المسيرة بدأت بالمرحوم عدنان مندرس شهيد الديمقراطية، ثم تركت أوزال، ثم نجم الدين أربكان، مرورا بشركائه تركيش البصران تركيش، وأنه هو من يحمل هذه الراية حاليا. هذه رسالة إلى اليمين التركي. حجم اليمين في تركيا يقارب 65-70% ككتلة انتخابية. هذه هي التي قادت الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الفوز. وإن جاز لنا أن نقارن، أن نجري مقارنة بين كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان وبين كلمة منافسه كمال كليتشدارولو التي قال فيها بأن الشروط لم تكن عادلة. تتحدث أو تقارن سيدي بين هذه، سيد الفاضل، تقارن بين هذه الكلمة التي كنا نبثها منذ قليل والكلمة التي بثت للسيد كليتشدارولو قبل إعلان النتيجة؟ لا، بعد إعلان النتيجة ألقى السيد كمال كليتشدارولو كلمة مقتضبة، قال بأن المنافسة لم تكن عادلة، وأنه بالرغم من خسارته للمنافسة لكنه باق في مكانه، وأرسل رسالة واضحة إلى منافسيه الداخليين بأنه لن يستقيل، وعزى يعني أسباب الخسارة إلى أن المنافسة غير عادلة بالرغم من أن الشروط والظروف التي حصل عليها السيد كليتشدارولو في هذه المنافسة لم تكن متاحة لمن سبقه ربما من أحزاب المعارضة على مدار تاريخ تركيا الحديث. يعني كل المعارضة صفت صفا واحدا خلفه، يعني أصوات حزب الشعب الجمهوري لا تتجاوز 25% فقط، وهو حصل على 47%، وهذا يعني بأن المعارضة بكافة أطيافها كانت خلفه. وأيضا القوى في الداخل والخارج، الدعم الأوروبي كان واضحا، الدعم الأمريكي كان واضحا، مع ذلك كل هذا الدعم ولم ينجح في الصمود أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم أن الرئيس جو بايدن قدم التهنئة منذ قليل للرئيس رجب طيب أردوغان. نعم،
طبعا يعني الناس دائما مع الفائز في المحصلة، لكن الخطاب شتان بين الخطاب الذي يعني يجب الأعذار من هنا وهناك، وبين خطاب الواثق من النجاح الجامع، الكلمة الجامعة. أعتقد أن إشارة وقوف الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته وانتقاده الشديد لكمال كليتشداروغلو نتيجة لكلمته التي أشرت إليها قبل قليل، هو خرج وتحدى وقال أنا موجود. لكن رغم كل ذلك أعتقد أن هل إعلان مرشح المعارضة عن وجوده قبل اجتماع الطاولة الثلاثية يعد استباقا على هذه المحاولة التي ستدعو أو تنبأ بها بالدعوة إلى إبعاده عن هذا المشهد أو تحميله تبعات هذه الخسارة؟ يعني أحزاب المعارضة ينتظرها زلزال سياسي قوي، جميع أحزاب المعارضة ما عدا تلك الأحزاب الصغيرة مثل حزب المستقبل وحزب الحرية والتقدم وحزب السعادة، هذه حصلت على نتائج أكبر من حجمها بكثير جدا. أعتقد أن هذه الأحزاب ربما لن يكون ليس لديها رصيد شعبي وليس لها منظومة سياسية قوية حتى تطالب بالمحاسبة الداخلية. ما عدا ذلك أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد أيضا مقبل على محاسبة داخلية على زلازل سياسية قد تطيح بقادة هذه الأحزاب، وحتى إذا لم تتغير هذه القيادات فسوف يكون هناك زوابع كبيرة داخل هذه الأحزاب ربما تتسبب في خسارتها الكثير من قياداتها السياسية. نعم سيدي، إذا أردنا أن نصل إلى تحليل دقيق، أنت تحدثت عن الحرية والتقدم والسعادة والمستقبل باعتبارها أحزابا حصلت على أكثر مما تمتلك من قدرة انتخابية، الشعوب الديمقراطية، الشعب الجمهوري الجيد، هذه الأحزاب هي من حملت الطاولة الثلاثية إلى هذه المنافسة. هل كان الاختيار هو الخيار الملزم، أنه بمعنى أدق أن هذا التحالف لم يجد أمامه إلا هذه الأحزاب، وأن المد القومي الذي استخدم في هذه الانتخابات كلهجة انتخابية منذ بدايتها هو من شحذ هذه الهمم وأعطى هذا التحالف أكبر مما يستحق؟ هل هذا الطرح دقيق؟ يعني أعتقد أن المعارضة لم تستطع أن تطور خطابا سياسيا ملائما لرجل الشارع العادي. الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالف الجمهور ومنذ البداية بنى خطابه السياسي الانتخابي على الوتر القومي، على استقلال القرار السياسي التركي، عدم التبعية للخارج، الاعتماد على القدرات الذاتية في الصناعات الدفاعية، وكان متناسقا وخطابا رصينا وبلغة. طبعا هذا ساعد على تسويق هذا الخطاب شخصيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الكاريزمية ومصداقيته منذ مسيرته الانتخابية، هو لم يعد بشيء ولم ينفذه، لديه مصداقية عالية لدى ناخبيه، لدى كتلته الصلبة، وحتى لدى الآخرين. لا يوجد أحد يستطيع أن يتهم أردوغان بأنه يعد ويخلف وعوده، وأيضا بأنه يقول شيء ويفعل شيء آخر، بينما الطرف الآخر كمان كليتشداروغلو غير خطابه السياسي من 14 ماي حتى يعني خلال 15 يوما غير خطابه بزاوية 180 درجة.
هذا يحدث شيء من عدم. هل تغير الخطاب وهذا هو ما تبقى من وقتنا، هل تغير الخطاب سيدي هو رغبة أو توصية بملاحقة الرجل، بملاحقة رجب طيب أردوغان، بمحاولة تلمس هذا التأثير وفقد هذا التأثير، وهنا كان هذا التغير في الخطاب على مراحل الانتخابات إلى حينه؟ يعني أعتقد أن مشكلة تركيا في معارضتها لا في سلطتها وحكومتها. الحقيقة يعني كثيرون هم اجتمعوا على هذا استسقاط أردوغان واختلفوا فيما دون ذلك. ما يجمع المعارضة هو هدف واحد، إسقاط أردوغان فقط، لكن المعارضة لم تستطع أن تقدم مشروعا متكاملا يقنع الناخب بأن لديهم ما يقدمونه، بأنهم بديل حقيقي عن السلطة، بأن لديهم طرق أخرى لمعالجة الاقتصاد مثلا وغيرها من سبل التنمية. هم يعني خطابهم تلبي فقط إسقاط أردوغان ثم نتدبر. هذا لا يمكن أن يكون خطابا بناء. يعني المعارضة وعلى مدى 20 عام من حكم حزب العدالة والتنمية لا تزال تعتمد خطابا سلبيا لا يقدم شيء، لا يوجد حكومة ذل، هناك كسل سياسي هائل. لخص الصورة سيد الفاضل فيما يتعلق بضعف المعارضة في تبيان هذه الحالة أكثر من قوة الحزب الحاكم، وهنا تكمن الأزمة طبقا لتحليلك وأنت سيد محمود عثمان الكاتب والباحث في الشأن التركي.